سخن. وطرح طويلة وطويلة جدا هاك. عرفت شناهو هدا مزروع هنايا بان ليا بزاف هاد البلاصة هادي. واقيلا واقيلا الجزار واقيلا. واقيلا الجزار واقيلا. بسم الله يا ربي تسمح لي نقلع هادي. الجزار اش قلت لكم الله ناخذ حيده قلعتها راه تبارك الله يعشروا يعشروا شويه ديال العشور. هذا الجزار اخوان شوف تبارك الله. دابا غادي نبداو نشوفوا غير المناظر الخلابه. مساحه شاسعه من الجزار تبارك الله ما شاء الله الله يسخر لمواليها. راه بدا موسم الحصاد. هيا هيا ديك الماكينه ديال الحصاد هيا جايه. ولكن واحد طنطونه اخوان ما يمكنش عمر واحد السوق هنايا. عرفت سميت هاد السوق هذا سيدي محمد بن رحال. هاد السوق هذا السلام عليكم. سميت هاد السوق هذا سميت محمد بن رحال. سيدي محمد بن رحال. سيدي محمد بن رحال السلام عليكم خوتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم شكرا من القلب. المهم اخوتي كاينه واحد الرحله جديده ان شاء الله باذن الله رحله نحو مجهول. ما عرفش انا فين غنبات ما عرفش بين من غادي نتلاقى ولكن داير الوجهه ديالي الاولى اللي هي مراكش اخوتي. غادي نمشيو عند با محمد غادي نصليو صراط الرحيم مع با محمد وغادي نباتوا واحد الليله تما في ديك المزرعه السعيده. ومن بعد غتكون الوجهه ديالنا نحو مجهول وما نعرفوش ثاني فين نباتوا وما نعرفوش مع من نتصادفوا. هادشي كامل غتشوفوه معايا اخوتي في هذه الرحله وما نطولش عليكم. لكن انت اول مره كتشوفنا ما تنساش معك واحد لايك كومونتير سبسكرايب وبارطاجي مع اصحابك. وصراحه توحشت الطبيعه وتوحشت انني نهز الدبابه ديالي ونهز الماتريال ديالي يا اخوان ونشط الطريق لحقاش عيت من المدينه. المدينه طلعت لي في راسي تقريبا بقات لي لمراكش اخوان من هنايا بقات لي واحد 150 كيلومتر. غادي نريحنا في هذه البلاصه نتغدى وديك الساعه نكمل الطريق ديالي ان شاء الله. الغداء ديالي يا اخوان غيكون بسيط غادي ندير غير الخبز والطون وواحد العصيره اخوان صافي هادشي اللي غادي ندير. بسم الله وهاد الجزارة نقصيوها اللي قطفت من لهيها وغادي نمشيو نصلو صلاة الرحيم مع با محمد صار مع با الحسن يا ربي باقي كنقول ليه با محمد با الحسن. غادي نمشيو نديرو ليه واحد الزيارة حيت انسان الله يعمرها دار داك السيد. غادي نمشيو نخلقو معاه الجو وتوحش هذيك المزرعة السعيدة ونشوفو شنو فيها ونتعرفو على ديك المنطقة مزيان اخوتي. وصراحة راه كاين واحد الحرارة راه ما يمكنش راه اقولوا مرحبا بالصيف والله الا الصيف اخوان قسما بالله. والموسم ديال الحصاد طريق كامل اللي جاي منها ديال ولاد سعيد وسطات وكاملين كيحصدوا اخوتي كلهم كيحصدوا كلهم داخلين للمواكن. هذا هو الغداء ديالي يا اخوان حدا هاد الشجيره. عرفت شو راه كاين واحد الحراره ما يمكنش
ولكن الحمد لله اي حاجه كتجيب وقتها فهي مزيان. بسم الله. دابا نساو ليا الماكله والدهماني، دابا راه كاين غير كاين غير الجوع. المهم شي حاجه اللي خفيفه غتكال دغيا، فهمتوا؟ ما نبقى لا نطيب لا والو. لحقاش الطريق كتكون ضارب الطريق وتعاود ثاني طيب، كيكون داكشي فيه المعاناه. شي حاجه خفيفه فيها البروتين. ها هو الغداء ديالي بسيط، ها هو طلع دغيا. احسن حاجه هي تبعد على الصداع وتخرج بحال هكا تسافر. الا كان عندك موطور كنتي انت والصديق ديالك. صراحه دابا الصيف راه وقت سافر اخوان، والله الا وقت سافر دابا. يا بسم الله، بنادم يخرج يدي فوله والزبل ضروري يا اخوان. الزبل خرجوا بحال هاد البلايصه هادو، حاولوا ديروهم في ميكا وديوهم معاكم، ما تخليهمش هنايا. يا بسم الله، بسم الله توكلنا على الله. الحمد لله تغديت بخير وعلى خير، ولكن اللي لفت لي انتباه هو واحد البير هنايا، مالي لا غطى لا والو. شوف يا ربي السلامه، يا ومالي لا غطى لا والو. تصوروا معايا بحال هكا تجيب الليل تبغي تخيم هنا تحت هاد الشجره هذه، حتى تهود هنايا وما كاين لا غطى لا والو، وغارق ناشف ما فيه لا ما لا والو. فواها قداش يا ربي السلامة. عرفت واحد الحرارة دي. ما كرهتش نبقى ناعس حدا هاد الشجيرة هادي، تعرفتي دايرة واحد الظل ما يمكنش. موسم الحصاد اخوان، شوف صافي، شوف كارين هادي، ها هو القمح. ايوا دابا نشدو الطريق ديالنا، لحقاش بقى طويله وقليل اللي يشدها معاك. الرحله راه بقى طويله، غتشدوا معايا نتوما اخوتي، ومرحبا بكم في هذه الرحله هذه الجديده وديما مغربه. الله يبارك. هذا هو الواد ديال سد المسيرة، وهذا الواد أم ربيع. هذا راه واد أم ربيع، وكاين السد ديال كاين السد هنايا، الدراري كيعوموا هنا سعداتهم. والله حتى غير ديال العوم أنا إخوان قسما بالله. هانت شتي شحال ديال الدراري كيعوم. والناس هنا راه كيخيموا، كيجيو يخيموا. الدراري كيعوموا. هذا هو سد المسيرة، هو هذا. والمسخن الى المسخنه الخوت. المهم بانت لي واحد الدار مهجوره هنايا غندخلوا ليها انا دابا حاليا، كاين فر حامله وغادي ندخلوا لهاد الدار مهجوره. واخا كاين الحراره الخوت ولكن غادي ندخلوا، يكون ساكن شي، نخلي الموطور ديالي في امان الله هنايا، وغادي نتحرك نشوفوا هاد الدار مهجوره. دار مهجوره هادي، داكشي بديل بحال حديد دان، مصاوبة تقريبا غير من الطين والحجر. هادي الرطم، هادي رطمة وحدة اللي كاين هنا. أنا دابا حاليا كاين في الرحاملة الخوت، والرحاملة باش معروفة، معروفة بالفاعي والعقارب، معروفة. يا بسم الله، السلام عليكم. السلام عليكم. يا بسم الله، هادشي قديم إخوان. تقريبا هذا كان
كان بحال تقول ديال الرحاله، كان كوري هذا. شو كيدير؟ السلام عليكم يا اهل المكان، طالبين تسليم. شوفوا لي على ديكور كيدير، شو سبحان الله مناش مصاوب، هذا مصاوب غير من الطين. الموتور ديالي خليته، شوف غير الطين والحجر مصاوبين على شكل قوالب بحال شكل ديال البريك، ومحطوط وحده فوق وحده وحده فوق وحده، وهذا الشيء مصاوب يدوي يا اخوان. شوف، والسقف بالعود، داك الشيء. يا سلام. السلام عليكم. كوري ديال البقر هذا، هنايا الناس كيجيبوا البقر ديالهم. وحشاك باش عرفتهم، كاين مازير هنا ديال البقر. السلام عليكم يا اهل المكان، كان شي واحد كي رابط البقر ديالو هنايا. شوف، السلام عليكم. هنا كيوجد الطويجين ديالو، غيكون كان شي كساب هنايا، شي كساب كيكسب البقر. سبحان الله، هذه رجعتها في الخلا، وها من هنا الخلا، من هنا الخلا والشانطي. ها هذا الباب ديالها، البوابة ديالها. تاني بيوت اخرين، هادشي عجيب هادشي. السلام عليكم. ناري ناري. على بيت الله الله، بحال هذا نكون تالفه بيا الوقت، نجي نريح هنا. واحد البروده ما يمكنش. داكشي علاش كيديروا الناس كيبنيو بالطين، لحقاش كيكون فيه كيولي بارد في الصيف. دابا بارد اخوان. شو هذا كانون هذا، شو شي واحد كان شي على العافيه هنا. ناضيه والله هي ناضيه. او واحد اخر، شو الشريجم كيدير، داكشي مديكور يا اخوان. صراحه شي حاجه قديمه كرتاح فيها صراحه، كتكون زوينه. السلام عليكم. تبارك الله، شو كيديرين الديزاين، زعما بحال قلتي العواد عواد محطوطين هنايا طوال، ومديرين عليهم الغيس، الغيس والتبن. شو كي جا واحد ديكور واعر، ثاني كاين واحد ديكور اخر ناضي. هاهو بوب بوب بوب، لوحه فنيه والله حتى لوحه فنيه. واش كيبان لكم مزيان؟ شوف سبحان الخالق، تشوف بنادم والله الا العرب عندنا كيبدعوا صراحه. شوف صاحبي دابا غير الحجر والطين، شوفوا صوبوا، شوف ديكور خطير، لوحه فنيه. ومع ذلك هذه راه كانت قديمه، يعني راه شحال هذه وهي كاينه الدار هذه هنايا، وهذه ثاني كيطيبوا هنايا 100% غيكونوا كديال الرحال، هذه هما اللي صوبوها، البيوت ديال الرحال هذا. السلام عليكم. هذا كوري هذا، شو ديال الرحال. الموتور ديالي باقي تما بعدا، نجيبو فيها شي دوره مزيان هنايا، عجباتني صراحه. هادشي باش بانين، شو شو كيدير، هذا هو الطوب، كيشدو كيخليو حتى كيكرم هنايا، كيعمرو بحال قلتي شي قالب، كيديرو حجره من هنا وحجره من هنا، وكيعمرو بالطين وسميتو الكايا، ماشي حتى الكايا، هذاك المزرار ديال هاد المنطقه، والتبن، وكيعطينا صور. هانتوما، والدار هذه راه كبيرة، شوف راه كبيرة بزاف. ها نشوفوا هنا اش كاين. السلام عليكم. يا ربي السلامة، راه هادشي راه، شوف شوف تهدمات هذه، بحال قلتي كان هنا فرن، وديما كيديروا هوايات، يعني كيكونوا فرينات هنايا، هذه راه فرينة دابا، هذه بحال قلتي الكوزينة هذه. شوف سبحان الله، شي واعر. السلام عليكم يا اهل المكان. هذا بيت هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ملي كتدخل لهاد البلايص اللي كيكونوا مهجورين، عارف شي راه شنو، راه اي لقطه تقدر توقع شي حاجه، وخا بنهار. هانتي انت جاي ليهم، غنطلع من الفوق ونوريكم الديكور من الفوق، عندها كيريب بيا هادشي. شو الدار كي دايره من الفوق، هادي هي اللي دخلنا لها، وجاتها بين في الخلا من هالجبال،
كاينه الشجره وحده اللي كاينه هي هذه. شا هذه بحال قلتي كانت ديال الرحال. يا ربي السلام يا ربي السلام. واخا ما خاصنيش نطلع من هنا ولكن باش نوريكم الفيو. ومع ذلك هذاك الشيء راه شاده. هذا تا هو بيت تهدم. وانتم الطبيعه الجميله الله يبارك. راهي الدبابه فينا هي. ورا بقى الطريق طويله وقليل اللي شده معاك. انا الله خرج دابا من الرحامله شربت واحد القهوه في الرحامله خرجت واحد القهوه بارده عرفتي منو خرج ضربني هاد الصداد راه ما يمكنش صاد مفرط صراحه. باز الناس اللي خدامين في الحصاد دابا راه باز ليهم صراحه. البلان شحال عندي؟ 50 درهم. المهم خوت انا دخلت البنكرير دابا خايد واحد القهوه وطرا لي واحد المشكله اخوان. غنوريكم شناهو الجديد عندنا. عندنا الدرون هايا طرا لي فيها مشكل. المشكل شناهو هو ملي كنخرجها برا نبغي نطيرها مثلا في شي بلاصه خاويه ما كتبغيش تطير ومني كنطيرها هنايا في القهوه كطير. ما عرفت السبب اش وحق الرب عصباتني. زقلت بزاف ديال اللقطات واعرين باش نصور لكم بالدرون ولكن ما كتبش. وترى اخويا تعصبت والله الا تعصبت. عرفتي شي مناظر راه ما يمكنش راه مناظر واعره واعره بزاف. ودابا خاصها ضروري تخدم حيت الا ما خدماتش ثاني غادي تعصبني. والله الخوت ناري عرفتي مني كنت صورت لكم في ديك الدار الخاليه كنت باغي نطيرها تما فاش عصباتني كنت باغي نطيرها ونبين لكم الدار اللي خاليه فين كاين انا فين كاين في كاينه كاينه بين الجبال الخوت ولكن ما كتابتش. دابا غادي نجربها ونشوف واش غادي تطلع ولا ما غتطلعش. هي راه كتطلع في القهوه ولكن برا ما كتطلعش. ما عرفت السبب اش والله ما عرفنا السبب. اللي عنده السبب يخلي لينا في لي كومونتير اخوان. وهادي ثاني قهوه كنشرب ثاني قهوه. قهوه شربتها في الرحامله وقهوه شربتها هنايا في بنكرير. عرفت شي واحد الحراره ما يمكنش الحراره مفرطه ديال بصح. واحد سويله في الطريق شحال دايره سويله؟ بويش وحيدة؟ وحيدة؟ اه خمسة درهم. خمسة درهم؟ سخونة يا صاحبي. راه هي راه ياك؟ هادي 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 مزيانة هادي وكاع مليحة السويلة. طيب ها هي السويلة هادي. شريتها السويلة هذه. شا سويلة ناضية شريتها غندير في السكروط عندي سترة حليب و العيلة. عرفتو واحد الشمس ما يمكنش. سوائل الماء والحليب بسم الله. طاح الموتور يا اخوان شوف. ولكن معليش ما نشوف جرحات الكارطيره من هنا معليش. مريحه في الصحاري الليله دايره بحال الصحراء الطريقه اللي شبعان حشر. تقريبا بقات لي 50 كيلومتر
ولكن غادي بشويه دقه دقه، ما غاديش ما كنزرب ما والو. هاد السويله ناضيه ولكن سخونه، هادي بغات شي واد تحط في شي واد حتى تبرد على خاطر خاطر. والله الا هاد البلاصه دايره بحال الصحراء. انا تحت من هاد الشجر دابا، الله الحمد لله. وصلت لواحد المحميه ديال الغزال، هذه راه محميه ديال الغزال، طالقين الغزلان هنايا شو. وفي نفس الوقت سميتو كيجيو عائلات هنايا كيريحوا. قريبا لمراكش ب 50 كيلومتر هذه المحميه هذه. ماشي نشوف الهيه اش فين، ماشي نشوف الهيه. الوالو طيار الدرون هنايا نشوف شي نعجه. شوف هاد الجبال، واحد الديكور، تبارك الله، واحد الديكور، سبحان الله إخوان، سبحان الله وبحمدي، شوف هاد الديكور، شوف هاد واش كيتعدو له، عرفت شناهي هادي، توقفي، ناري تكون كتعد، شوف. سبحان الله على ديكور، ما يمكنش عمرني شفت بحال هذا المخلوق، وعنده شوكه اللور، عمرني شفتو. شتي شحال هنا كاينين بزاف. هذا هو اللي كيصفر كيبدا يدير، هذا هو بومقيس، سميتو بومقيس. حياني الله يا صاحبي، تا عرفتو هذا هو اللي كيبدا يصفر اخوان بالليل، كتسمعوه كيقول كهبات كيقول لي طياب الكرموس. شو هو هذا، كاين بزاف هنايا، شو ها انت. الله الا حياني الله عرفتو اخوتي، قسما بالله هذا هو اللي كيبدا يصفر بالليل. ها هو التيران ديال مراكش، شو لي الجوف مراكش كيدير، والعاصفه ضاربه هنا، واقيلا بحال والو غتصب الشق. انا دابا حاليا كاين في مراكش، غادي نجيب واحد الدويره، وديك الساعه غنهز الموطور ديالي خليته عند الكارديان، وغادي نتحركوا ان شاء الله نقلبوا على شي بلاصه نباشوا فيها. جينا ضروري نضربوا دويره في مراكش، هذه راه عامره هنا اخوان، مراكش معروف كاين الكور هنا اخوتي، هاي لا الكور. نجيبوا شي دويره في جامع الفنا، ومن بعد نشدوا الوجهه ديالنا ان شاء الله الى اين، فين غنباتوا الله اعلم. ما كاين لا اوطيل لا والو، خصك تسارى هنايا، وبحال والو غادي نضربوا الطنجيه مراكشيه، غادي نتعشى هنا. ما قادش نطيب اخوان، والله ما قاد نطيب. 250 كيلومتر اللي ضربت صافي، بارك الله يجعل البركه. نضرب طنجيه هنايا وناخذ شي حاجه خفيفه نتعشى بها وصافي، الله يجعل البركه. يا سلام، ناري ونطير لكم الدرون هنا على ما اخر، ولكن ما يبغيوش. ها واحد القريه شوف على جامع الفنا، باش معروف بالحلاقي والمأكولات الشعبيه. الكور كيضربوا نقش على كاينين صحاب القمر، صحاب حنوشه، صحاب الحناش، يا ربي السلام. تحياتي للدراري ديال مراكش، الله يحفظك بخير، الله يحفظك يا ياسين، الله يحفظك.
نضربوا دابا الطنجيه ونتحركوا بحالاتنا. مراكش بزاف غني عن تعريف مراكش. اصحاب العواصر هنايا شوف دابا غنضربوا ان شاء الله الطنجيه ديالنا. غادي تكون كومونتير للدري الله يحفظك. الله يكبر فيك فريده. المهم يا اخوان غادي ناكلوا الطنجيه ان شاء الله. بالريت مدام. سلام خويا بخير صحيحه ماشي مزيان ماشي حرس ثاني. تحيه يحفظك ليا. الله يحفظك. هو اللي كاين عمرها دير لي ابوني. الله يحفظك ليا. تحياتي ليه مغامر احسن مغامر. الله يحفظك ليا فريده. تحياتي. واش علاه بخير كلشي مزيان. مرحبا بكم شو استمرات. مرحبا بكم شو عندنا جميع فينا. ديروا الاسير ابوني سير. الله يحفظك ليا. شيم وبارتاج. اجي نصوروا لكم الماكله. صوروا لي متطخيت. الله يبارك. سيتي قد دعوه صاحب هذا. الله يبارك. يلا دير لنا. تحياتي الناس ديال مراكش. ولا ليش داك الفيديو ديالك واش فرينيت هذاك حبس؟ حبس هذاك. على رقبتك. والله الا حبس هذاك. العشير اللي رديتي هذيك الطواله قلتي لي بغينا نعاودو. ماشي ماشي عليك ولا شاد فيه وتيدير ليها واش بغينا نرجع عشير. قال لي لا لا والله مراكش. الله يحفظك ليا. الله يحفظك ليا. حتى العلوف هذاك لاحظت لك اللي توخرت عالي بزاف. تقريبا كاينه شي 3 متر ولا عليها بان لي صاحبي دار لك. لا راه عالي يا صاحبي. لا خويا عالي عالي بزاف. الله يحفظك. الله يحفظك ليا سير. بغينا شي طنجيه. انا اللهم بارك اخوان هذا اللحم ديال الراس. بغينا المرضي شي طنجيه تكون فاعله تاركه. الله يحفظك. وتحياتي الناس ديال مراكش. راه ناس الله يعمرها دار اخوان صراحه. الله يحفظك. الله يكبر فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. شي طنجيه تكون دايزه الكلام سير. الله يحفظك. اشو هاي. الله يحفظك. الله يعطيك الصحه. اللي نريحوا ليها. نريحوا هنايا في هذه البلاصه. غير بوحدك. بوحدي. اخ منين؟ سير. الله يحفظك. كازا. كازا وي وي. الله يحفظك لي. الله يحفظك لي. الله يحفظك. نريحوا نضربوا الطنجيه ونقول لكم كيفاش دايره. وغادي تكون هي العشاء ديالنا. وهذه هي الاجواء ديال مدينه مراكش. صراحه اجواء واعره وتستحق الزياره. يستحق بنادم انه يجي يدوز فيها يومين ثلاث ايام مخيره. ولافه صراحه. شي مراكش ولافه. راه تجي ليها تولفها صراحه بهذه الاجواء اللي فيها. من ناحيه الماكله من ناحيه الحلقه. كتكون الحلقه بالليل. يعني مراكش ما كينعسوش. ما كينعسوش بالليل. سونزاري ما كينعسوش. كيبقى تحاله حتى الصباح. المهم نضربوا هذه الخبيزه. هذه خبيزه يا سلام. ما كايناش هذيك الخبزه المغمسه. هذيك حتى هي. الله يحفظك. هو المغمس. شو لي المغمس. الله يبارك. الله يبارك. الله يحفظك. يا بسم الله. هذا المغمس اش فيه؟ فيه اللحم وكل شيء. ليدام ديال هذا. ليدام ديال لحم الراس وديال اللحم. باولو. ديال باولو. ديال باولو. باولو شناهو؟ باولو هذا اوكلا سبيسيال. ديال خلطه. ميكس. ميكس. ليتل بيت. بسم الله. هذه اوكلا ديال باولو. ايه صحة جميلة. ديال الكليان ديالو. تحية للعناية وكهلو. الله يحفظك. من العناية. من العناية. معروفين. ناس الله يعمرها دار صراحة. سوبر صراحة. هذا الشيء واعر. معسلة. طنجية. في الهيمري مع ضرب الطريق طويلة. شو عينية كيديرين الحمرين. هذه يا اخوان هي الطنجية. يعني كيكون دايرها في واحد طنجية كبيرة. ملي كتجي كتقول لي عطيني الطنجية كيعطيك شوية يعني منها. هذه شحال الثمن ديالها؟ 25 درهم. 25 درهم ياك.
هذه ب 25 درهم يا اخوان. بحال هذه 70 درهم. كاينه بحال هذه ب 70 درهم. نص كيلو فيها. والكيلو شحال داير؟ 140 درهم. هذه نص كيلو قال لك 70 درهم وهذه 25 درهم. انا ما جاتش ناكل نص كيلو كامل. هذا اللسان. الله يبارك. بلا بلا بلا. ضرب لنا شي ضريبه من اللسان. اندوق هذا اللسان هذا. حال هذيك تبان ناكل هذا. يا بسم الله. لسان لسان ديال العجل هذا لسان ديال العجل بنين بزاف فراسكم بدات كتصب بالشاف مراكش يا بسم الله والله الا بدات كتصب في الشاف بسم الله والله الا بنينه يا صراحة الناس ديال مراكش الله يعمرها دار الحمد لله شبعت والله الا شبعت ضربت واحد طنجية هربانة ديال بصح صراحة مراكشية وداروا لينا الدقة المراكشية صراحة الحمد لله دابا غادي نقلب في النبات يا اخوان لحقاش باقي ما عارفش فين غادي نبات اخويا انا ما لقيتي فين تبات مرحبا الله يحفظك الله يكبر بك هاي 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 شي حوته ديال ما عايش دوف خلاو القيمه الله يحفظك ليا الله يكبر بك عليها النميرة 4 تمشي للدار معزز مخرج الله يحفظك ليا الله يكبر بك ها انت الناس ديال مراكش على الجود والكرامه ما كنتلاقى مع ناس راه ما يمكنش جي مرحبا بك قول مرحبا بك مول طنجيه كاع ما بغيت تخلص ولكن ضروري خاصك تادي لي الواجب حنتي هو خدام شوفوا لي الاجواء كي دايره في مراكش راه طاح الكاب وكانت كتصب الشا دابا غادي نقلبوا فين غنباتوا